السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم من جديد أخوكم محمد حيدا عن قناة صوت المهاجرين في كندا. حلقة جديدة من حلقات الهجرة والمهاجرون. في هذه الحلقة غنتحدثوا على واحد المدينة في مقاطعة ساسكاتشوان اللي هي مدينة موزجو اللي فاتحة تسجيل في الهجرة إليها عن طريق البرنامج كما كتعرفوا برنامج التجريبي للهجرة الشمالية الريفية. في هذه الحلقة غنسلطوا الضوء على الشروط على الفي على مجموعة من الأمور كتتعلق بهذه المدينة على المسائل المتعلقة بهذا البرنامج خصوصا اللي فيه مجموعة من المدن الصغرى اللي مشاركة في هذا البرنامج. فقبل ما نبدأ هذه الحلقة ما تنسوش أخوتي الاشتراك الإعجاب نشر الفيديو حتى تعم الفائدة دون نسيان. بطبيعة الحال الناس لأول مرة كيشوفوا فيديوهات قناة صوت المهاجرين في كندا فما تنسوش الضغط على زر الجرس تحت من الفيديو ليوصلكم جديد هذه القناة اللي تتمنى لكم دائما تحقيق الأمل ديالكم في الهجرة إلى كندا. إذن السلام عليكم من جديد خوتي خواتاتي مشاهدي قناة صوت المهاجرين في كندا. هذا البرنامج الشابع للهجرة التجريبية الشمالية الريفية ضمن هذه المدينة اللي كما قلت لكم مدينة في حاجة ماسة للمهاجرين اللي عندهم بعض المهارات اللي غنشوفوها في هذا الفيديو. المدينة هي موزجو اللي كنا في مقاطعة ساسكاتشوان. أول شيء خاصك إنشاء بروفايل خاص بك، فلا كان عندك في هذه المقاطعة فيمكن تدخل لهذا الأولى الخانة الأولى، إلا ما كانش عندك خاصك تنشاء بروفايل جديد. كيفاش تنشاء بروفايل؟ سهلة، كتجي هنايا تضغط على أونلاين كونديديت بروفايل، كيعطيك مجموعة من الأسئلة على عليك نتايا، الاسم الشخصي الاسم العائلي لي ديبلومات اللي عندك اللغة مجموعة من الأشياء، ومن بعد منها كيكون عندك بروفايل خاص بك اللي يمكن تستعمله من أجل الهجرة إلى هذه المقاطعة مقاطعة ساسكاتشوان أو إلى هذه المدينة موزجو اللي طالبة مهاجرين إليها ضمن برنامج الهجرة البرنامج التجريبي للهجرة الشمالية والريفية. أول شرط هو خاص يكون عندك شروط للقبول في الفيدرال، وكاين مجموعة من الشروط لا داعي باش ندخلو لأن كل مرة كنتحدث عليها، هي اللغة الدبلوم كما قلت لكم المستوى الدراسي زائد معادلة الشواهد وكذلك الحساب البنكي لابد ما يكون عندكم. إذا بغيتوا تعرفوا فيمكن تدخلوا الفيدرال إليجيبيليتي كريتيريا وغادي تدخل ديريكتومو في الموقع الرسمي تاع وزارة الهجرة، وكاين مجموعة من الشروط هي اللي قلت لكم الآن. ثاني شيء خاصو يكون عندك السيرة الذاتية بالإنجليزي أو بالفرنسي، وفيها مجموعة من الأمور كالاسم الشخصي أو الاسم الكامل، المعلومات المتعلقة بالمراسلة فين ساكن، الفون نمبر ديالك، الرقم الهاتف والإيميل ديالك، الهيستوري على الدراسة ديالك والهيستوريك على العمل ديالك. زائد خاصو يكون في هاد السيرة الذاتية المهارات اللي عندك الشخصية والمهارات المهنية الخاصة بواحد المهنة ما، ويكون عندك ثلاث مراجع. ملي كنتحدثوا على المراجع راه دائما كنقولها لكم، هي مثلا المناجر ديالك ولا شي واحد كتعرفو في شي مهنة ما اللي يعطيك الايميل ديالو والهاتف ديالو ويكون كيعرفك وعارفك بانك غادي تجي لكندا. كاين كيما قلت لكم هنا بالنسبة لهاد المدينة خاص يكون عندك عرض عمل. فبالنسبة لعرض عمل راني عطيتكم مجموعة من المواقع اللي يمكن تدخلوا ليها وتلقاو عروض العمل خاصة هنا في كندا. كاينين شروط أخرى ديال المقاطعة أو ديال المدينة اللي حطها
اللي غادي نشوفوها من بعد، واللي فيها مجموعة من الشروط خاصة تكون عندك، ومن ضمنها سكور خاصة يكون عندك 44 نقطة في مجموعة من الأمور اللي غادي نشوفوها من بعد. فمن بعد ما ترسل الطلب ديالك أو الانترس ديالك عبر البروفايل اللي نشأتي، فكتوصل بإيميل كيقولوا لك فوالا رحنا تلقينا الايميل او الانترست ديالك بهذه المدينه، وخاصو يكون عندك الشروط كما قلت لكم باش تقبلوا. فمن بعد شهر تقريبا كيجيكم الجواب بالقبول او بالرفض، ومن بعد يمكن انكم تقدموا على الاقامه الدائمه في هذه المدينه، او بالنسبه للناس اللي حابين انهم يهاجروا لهذه المقاطعة بالذات. كما شفنا الشروط تاع الفيدرال، دابا غادي نشوفوا الشروط اللي مقدمها المدينة باش تقبل في هاد المدينة بالذات. غادي ندخلوا للشروط. الشروط بالنسبة للناس اللي باغين يقدموا على هاد المدينة، هنا كاينين مجموعة من الشروط اللي كتربح فيهم مجموعة من النقاط، وخاص على الأقل تكون عندك 44 نقطة. كيفاش كتجمع هاد النقاط؟ خاص يكون عندك عرض عمل اللي كان عندك ضمن واحد مجموعة من لينوك المطلوبين في هاد المدينة، فكتاخد 15 نقطة من ضمن لينوك البريوريتير اللي هما عندهم الأسبقية. فهنا ملي كتنزلو كنضغطو هنايا، فكتعطينا مجموعه من لينوك. فمثلا سكيلز ليفل اي، فكاين جوج تاع لينوك. بالنسبه للبي كاينين مجموعه فيها الطباخين الكهربائيين لي بلامبور، يعني مجموعه من لينوك. سي كذلك كاينين تقريبا سائقي الشاحنات، كاين الشاحنات الكبيره، وكاين لي فارمر العمال جنرال ووركرز اللي كيخدموا في المزارع. فكاينين بالنسبه للدي كاين واحد في الناس اللي كيخدموا في المشروبات وفي المأكولات. فهادو هما لي نوك. رجعوا للصفحه اللي فيها النقاط، فبالنسبة للنقاط فكما قلت لكم 44 نقطة كافية أنكم تقبلوا في هاد المدينة اللي كما قلت لكم فيها مجموعة من الشروط. بالنسبة للغات تاخد 8 نقاط إذا كان عندك البنشمارك 8 ولا أكثر، والسي ال بي وانت نازل 8 7 نقاط 6 نقاط 5 نقاط بالنسبة للناس اللي عندهم سي ال بي المستوى الخامس. بالنسبة للإديكيشن، بالنسبة للدراسة، كل ما كان عندك ديبلوم كبير كل ما كتاخد أعلى نقطة هي 6 نقاط. بالنسبة للخبرة، كل ما كانت عندك أكثر من 5 سنوات خبرة كتاخد 5 نقاط، فبالتالي تقد تجمع 44 نقطة بسهولة. بالنسبة اللي عنده كينيديان وورك اكسبيرينس، بالنسبة للناس انهم اللي باغين يجيو من خارج كندا، فهذه الفقرة الاولى هي اللي خاصاكم. هذه بالنسبة للعمال المؤقتين اللي باغين يقدموا على هذه المدينة، فبالنسبة اللي عنده خبرة اكثر من 5 سنوات فكياخد 5 نقاط. إذا كانت عندك ارتباط بالكوميونيتي في المدينة فكتاخد مثلا عندك فاميلي ولا ما أب ولا طفل ولا أي واحد عندك علاقة به فكتاخد 5 نقاط. فبالنسبة للسن ما بين 18 34 سنة فكتاخد أعلى نقطة هي 8 نقاط. إذا كان عندك رخصة سياقة فكتاخد 5 نقاط. بالنسبة للإقامة
إذا كانت عندك إقامة في هذه المدينة فكتاخد 10 نقاط. فكما كتشوفوا حتى الزوجة بالنسبة للزوج ولا الزوجة فكياخد نقاط، يعني 44 نقطة يمكن تجيبها بسهولة كافية. بالنسبة للناس كيسولوا على عرض عمل، فراه كاين موقع كنت حطيته لكم، مجموعة من المواقع كنت عطيتهم لكم، ولا عنده أي سؤال أو استفسار يخلي لي تحت من هذا الفيديو ونجاوبكم في الحين. فكما الشوق تنقيط 44 نقطة، يكون عندكم عرض عمل باش تاخذ 15 نقطة، زائد شروط تاع الفيدرال راهم معروفين وواضحين، فيمكن لك تضغط عليهم كتدخل الموقع الرسمي تاع وزارة الهجرة ويمكن تاخد الشروط اللي هي معروفة ودائما كتحدث عليها. غنخلي لكم اللينك ديال في صندوق الوصف تاع الموقع الرسمي تاع وزارة الهجرة بالنسبة للشروط تاع الفيدرال. فمن بعد ما كتجمع 44 نقطة عندك عرض عمل، عندك الشروط اللي مطلوبة في الفيدرال، الشروط اللي مطلوبة في هذه المدينة، فيمكن لك تقدم. خلال شهر كتجيك الإجابة بالقبول أو بالرفض، ومن بعد 6 أشهر يمكن لك تقدم على الإقامة الدائمة. فكنتمنى لكم خوتي التوفيق. غادي نخلي لكم اللينك ديال هذه المدينة اللي بغى يقدم على هذه المدينة، وبالتوفيق للجميع. غير للإشارة فقط، فكاينين جوج المواقع الرسمية هما كاينين هنا، موقع ديال مقاطعة ساسكاتشوان كيتسمى saskjobs.ca، وكاين جوب بانك .gc.ca. فهادو حاطينهم في هذا الموقع. إلا بغيتو تبحثوا على عروض عمل فيمكن لكم زيارة هاد الموقعين بجوج، ويمكن لك تلقى عرض عمل إلا كان النوك ديالك من ضمن اللي نوك اللي مطلوبين بكثرة واللي وريته لكم. فيمكن لك تقدم على إحدى هاد الموقعين ويمكن لك تلقى عروض عمل. إذا خوتي ملي كتنشأ البروفايل ديالك أول شيء ملي كتضغط باش تنشأ البروفايل ديالك فكتعطيك هاد الصفحة هادي هنايا، إنشاء البروفايل ديالك. وما يمكنش لك تقدم على أي عرض عمل هنا كما كتشوفوا هنا، فما يمكن لك تقدم على أي عرض عمل إلى ما نشأتيش البروفايل ديالك. فطبيعة الحال البروفايل سهل، كتضغط على كرييت اكونديديت بروفايل فكيعطيك مجموعة من المعلومات اللي خاصك تدخلهم، ومن بعد عندك الحق في ثلاثة لي جوب، ثلاثة اكتيف جوب ابليكيشن يمكنك تقدم عليهم هما هادو. فإذا كان لكنتي عندك مهارات في هاد العروض العمل اللي محطوطين هنا فيمكنك تقدم على ثلاثة فقط، ولكن ما يمكنش تقدم على اي عرض عمل من هنا الا ولا انشاتي بروفايل خاص بك. فهنا جميع المعلومات على هذا العرض عمل، ومن بعد ملي كدير ابلاي فلا بد من البروفايل الخاص بك. الا ما كانش عندك بروفايل فما يمكنش لك تقدم على هاد العروض العمل. فاخوتي كنتمنى اول حاجة انشاء بروفايل خاص بكم، من بعد كتدخلوا لهاد الصفحة وتقدموا على عروض عمل اللي كاينين تقريبا شي 10. اذا كانت المهارات ديالك والسكيلز ديالك خاصة بهذا فيمكن لك انك تقدم ديريكتلي، كتدخل الايميل ديالك والباسورد ومن بعد كتقدم على هاد عروض العمل. خوتي كنتمنى لكم التوفيق، تبارك الله عليكم، السلام عليكم. فكما شفتوا كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. بطبيعه الحال هذه المدينه او هذا البرنامج كيعتمد على التنقيط، ف 44 نقطه من 100 نقطه كافيه بانك تقبل في هذه المدينه. كما شفتوا كل خاصيه وعندها النقاط ديالها، لا بالنسبه للسن، لا بالنسبه للدراسه، لا بالنسبه للخبره، لا بالنسبة للغة، مجموعة من الأمور تعرفتوا عليها في هذه الحلقة. إلى عندكم بطبيعة الحال عرض عمل فكتكون الحظوظ ديالكم كبيرة أنكم تقبلوا في هذه المدينة التابعة لمقاطعة ساسكاتشوان.
وبطبيعة الحال إذا ما كانش عندكم عرض عمل فيمكن أنكم تجمعوا النقاط من خلال المستويات اللي شفتوا. كنتمنى أن هذه الحلقة تنال الإعجاب ديالكم. بطبيعة الحال ما تنسوش الاشتراك، الإعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة دون نسيان. بطبيعة الحال الناس اللي أول مرة كيشوفوا قناة صوت المهاجرين في كندا، فما عليكم غير الضغط على زر الجرس يوصلكم جديد هذه القناة اللي كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.